في منطقة حتى يشعلها النظام في منطقة أخرى من جديد. معنا من دمشق خبيب عمار مراسل سوريا مباشر. خبيب، أطلعنا عن جديد الأحداث هناك خاصة في الأحياء الجنوبية. نعم، شكرا سيدتي. يعني بالفعل حملة همجية شرسة بداها النظام منذ ساعات الفجر الأولى حتى هذه اللحظة تمثلت بقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة بالإضافة إلى رجمات الصواريخ من عدة محاور رئيسية، أهمها اللواء 58 في جبال الصهية واللواء 48 وإدارة الحرب الإلكترونية متمركزتان في هضبة الباردة وجبال الفرقة الرابعة وجبال الفرقة الأولى. قامت بقصف الأحياء الجنوبية بأكثر من 500 قذيفة منذ ساعات الفجر وحتى هذه الآن. ترافق هذا القصف في محاولة اقتحام حي العزالي في دمشق بعدد كبير من الجنود والآليات، لكن الجيش الحر قام بالتصدي لهذه المحاولة واستطاع تدمير عربة ام بي ودبابة كانت تحاول الاقتحام بالإضافة إلى إيقاع العديد من جنود جيش النظام بين قتيل وجريح، كما شهد سيارات الاسعاف تهرع الى مكان الاشتباك لنقل جثث القتلى من جنود جيش النظام. يعني مخيم يرموك وحي القدم ايضا تعرضوا لقصف عنيف برجمات الصواريخ والمدفعيه الثقيله، بالاضافه الى ريف دمشق الجنوبي وبلداته الزيابيه والسيده زينب وسبنا ايضا تعرضوا منذ ساعات الصباح وحتى الان لقصف عنيف برجمات الصواريخ والمدفعيه. يعني شهدت تعزيات عسكريه قادمه من حي البوابه ودخلت حي القدم تمثلت بثلاث سيارات تسيل محمله بالجنود والعساكر التابعين لجيش النظام بتشاركها بالقتال واقتحام حي العسالي، كما سقطت عده قذائف مدفعيه على احياء الميدان ونهر عيشه وحي البوابه، ادت الى اشتعال الحرائق في احدى البيوت في نهر عيشه بالاضافه الى اضرار مدنيه في حي الميدان. ورد الجيش الحر باستهداف شارع نسرين في حي التضامن بعدد من قذائف الهاون. نعم. بالانتقال الى غوطه الشرقيه وثلاث غارات جويه شنها جيش النظام اليوم صباحا على المتحلق الجنوبي من جهه عربين ومن جهه حموريه ايضا من جهه زملكه، وايضا قصف عنيف برجمات الصواريخ والمدفعيه الثقيله استهدف بلده اسبينا كان عنيفا جدا. تزامن ذلك مع اشتباكات بدات منذ الصباح على محيط المتحلق الجنوبي. بالانتقال الى الريف الغربي ومدينتي داريه ومعظمه الشام بالاضافه الى مخيم خان الشيخ للفلسطينيين تعرضوا ايضا لقصف كان عنفها على مدينه داريه، تزامن ذلك مع المشهد اليومي والمتكرر بالتعزيزات العسكريه القادمه من المطار المزة العسكري عبر المتحلق الجنوبي ودخلت الى الجبهه الشرقيه لمدينه داريه من جهه الفرن الالي. نعم، شكرا جزيلا لك خبيب عمار مراسل سوريا مباشر، كنت معنا من دمشق. أفضل.